السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. بعد المستويات الرائعة التي قدمها في الموسم الكروي الحالي مع فريقه برينتفورد في الشامبيونشيب، اختار موقع هوسكورد الشهير النجم الجزائري سعيد بن رحمة كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي درجة أولى شامبيونشيب. ويأتي اختيار بن رحمة بعد مساهمته الكبيرة في وصول برينتفورد إلى البلاي أوف المؤهل للبريمير ليج. ومن الممكن أيضا أن يلعب سعيد بن رحمة رفقة نجم باريس سان جيرمان كافاني الموسم المقبل، حيث نشر موقع ترانسفير ماركت التشكيلة التي يريدها مدرب نادي ليدز يونايتد بيلسا الموسم المقبل بعد ضمان الصعود إلى البريمير ليج. واحتل ليدز يونايتد المركز الأول في الشامبيونشيب ليصعد الفريق إلى البريمير ليج بعد 16 سنة من الغياب. وكشف موقع ترانسفير ماركت عن تشكيلة ليدز يونايتد، حيث ضم هجوم الفريق النجم الجزائري سعيد بن رحمة ومهاجم باريس سان جيرمان كافاني، والذي سينتهي عقده مع الفريق الباريسي هذا الصيف. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.